إذا نتكلم نقول أن المرأة إذا اضطرت إلى الخروج إلى العمل لا بأس تخرج إلى العمل، لكن بضوابط شرعية. والذي يقول بأن ليس هناك ضوابط شرعية لخروج المرأة للعمل هذا مخطئ. حتى الرجل خروج للعمل، أي عمل هناك ضوابط شرعية، فأي عمل يخوضه الرجل أو تخوضه المرأة له ضوابط شرعية. هل تريد الضوابط الشرعية؟ الضوابط الشرعية بأنها تكون مصانة من التحرشات وبعيدة عن الرجال وتكون في مأمن من الرجال.